بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أحبائي في هذا الفيديو اللي هنتكلم فيه حوالين يعني أحد برامج الذكاء الاصطناعي التي تستخدم فيما نطلق عليه تخطي اكتشاف أو تخطي فكرة إن الشخص استعان بالذكاء الاصطناعي. إزاي نستخدم الذكاء الاصطناعي في إن إحنا نتخطى إن حد يكتشف إن إحنا استخدمنا الذكاء الاصطناعي. إيه معنى الكلام ده؟ إحنا طبعًا وضحنا في فيديوهات سابقة إن إحنا ممكن نكتب في البحوث أو نكتب في الليتريتشر ريفيو باستخدام الذكاء الاصطناعي. كتير مننا كان بيسأل هو في طريقة إن إحنا يعني لا يتم اكتشافنا أو الانتحال العلمي شكله إيه؟ كل الكلام ده هنجاوب عليه، لكن عشان يعني اللي أنا بقصده إيه؟ إن إحنا نستخدم أحد المواقع أو أحد البرامج اللي إحنا استخدمناها، وطبعًا في موقعين مهمين جدًا لو حضرتك إلى الآن ما اشتركتش فيهم أو ما دخلتهمش أنت خسران كتير جدًا. الموقع الأولاني سايدر، الموقع الأولاني كان اسمه سايدر دوت اي اي، وده زي ما انا قلت بيديك امكانيه انك انت تدخل على حاجات كتيره جدا، من ضمنها طبعا الشات مع برامج المختلفه، الكتابه بالطرق المختلفه، كل الكلام ده هو مسموح لك بيه. يعني تشات جي بي تي 4، احنا لو نزلنا 3.5 و4 وكلايد وبارد وحاجات كتيره جدا، فالموقع ده هو موقع ممتاز وبيديك بالنسبه للتشات جي بي تي 3.5 35 يعني سؤال، وبالنسبه لجي بي تي لو انت دخلت في اللينك اللي انا بديه لك هيديك يعني محاوله او اثنين على الاقل، محاوله واحده، اسف محاوله واحده. طيب لو رحنا على المارلين اعتقد انه في مميزات اكتر من سايدر في حتة التعامل مع الاشياء دي. بمعنى ايه؟ بمعنى انه هو عطيك طبعا بيديك 107 او 102 كل يوم 102 نقطه عشان تعمل سؤال واحد لتشات جي بي تي 3.5 بدرجه واحده، فانت عندك 105 او 107، عندك 12 سؤال ممكن تستخدمه مع تشات جي بي تي 4 وغيره. عشان ما نطولش تعال بس نوضح ان احنا ممكن لو احنا استخدمنا، تعال نستخدم مره تشات جي بي تي 3 ومره تانية نستخدم تشات جي بي تي 4 ونشوف يعني فكره الاكتشاف عن الكلام. احنا ممكن نقول له رايت مثلا literature، رايت literature ريفيو، ريفيو اباوت، يعني اختار اي موضوع وليكن مثلا الديسلكسيا. الديسلكسيا يعني كموضوع الديسلكسيا and executive functions، يعني انا عايزك تعمل ريتريتشر ريفيو حوالين. طبعا انا مستخدم تشات جي بي تي 3.5 فهنجرب نشوف بس بيدينا ايه كليتشر ريفيو للموضوع. طبعا انا لان انا هنا برضو ميزه في مارلين انه لو انت يعني مفعل اللغه عندك هي اللغه العربيه، يعني انا عندي هنا اللغه انا مفعل اللغه العربيه عربيك، فبالتالي بيكتب لي بالعربي لو حب، رغم ان انا كاتب له الامر باللغه الانجليزيه تمام، لكن لو انا عايز استخدم لغه تانية خلاف ولاخد اللغه الانجليزيه ماشي، فاذا حسب اللغه اللي انت بتفعلها بيتم الكتابه بيها. خلاص طبعا يعني ممكن نكتفي بالقدر ده هوت وممكن نكمل زي ما احنا عايزين، لكن دي ميزه في مارلين انه يعني كتابته في اللغه العربيه بيقدر يرد عليك بالابحاث باللغه العربيه، ودي برضو اعتبر ميزه مهمه جدا. طب بعد ما كتب الكلام ده هوت، لو انا اخدت الكلام ده هوت كده ورحت بيه على موقع زي originality.com وحبيت ان انا في originality.com اقول له والله انا عايز اشوف يعني الفكرة ان انا اتشيك حوالين يعني كونتنت ماي سكان، انا عايز دلوقتي اشوف ان انا هل استعنت بالذكاء الاصطناعي ولا لأ، فهقول له ستارت سكان، انا عايز اعمل سكان، فهيقول لي ادخل التكست بتاعك هنا، فانا ممكن ادخل التكست كده. طبعا واحنا عندنا ليميت حوالين يعني عندنا عدد معين من النقاط 47 وكل حاجه بتكتبها هنا بيتم التعامل معها بنقاط معينه، فانا لو انا عايز بس ديتكت اي اي بس او عايز تشيكر كمان تشيكر بليجاريزم فبعمل علامتين هنا، طبعا هيقول لي عندك 5 نقاط. مجرد ما اقول له سكان فهيبدا ان هو يعمل سكان حوالين الموضوع، يعني فايل لي طبعا ده 99% معمول بالاي اي.
بالرغم انه مكتوب باللغه العربيه، وفي بعض المواقع تقول لك لو انت استخدمت اللغه العربيه فهو ما بيقدرش يكتشفها، لا اوريجيناليتي بصوره خاصه، ده من مواقع جيده جدا بيكتشف الحاجه المكتوبه باي لغه. كتبتها باللغه العربيه بيكتشفها، كتبتها باللغه الانجليزيه بيكتشفها. فانا لو رجعت تاني عند مارلين حتى وقلت له والله خلينا باللغه الانجليزيه، ورجعت خدت نفس الامر ده هو مره تانيه كده، قمت جاي حاطه ان هوت انا المره دي غيرت اللغه الى اللغه الانجليزيه، فهقول له ايه اكتب. فالمفروض ان هو المره دي يكتب باللغه الانجليزيه زي ما انتم شايفين كتب باللغه الانجليزيه. فسواء استعنت بالاي اي، يعني اوريجيناليتي ده من المواقع فعلا العاليه جدا في دقه التعامل مع البرامج او اكتشاف الاي اي. فانا برضو لو انا بعد ما اخلص كده اخدت نسخه ورحت بيها الاوريجيناليتي مره تانية ونزلت تحت او شلت اللي اتعمل ده قبل كده يقول لي انت عايز تلغيه، خلينا بس نجينا عاملين كده. انا المره دي بقى حطيت له، فبيقول لي المره دي لو انت هتكتشف الكلام ده هو ب6 نقاط، وعمال طبعا ايه خصم مني من هنا، بيقول لي عدد الكلمات 279، فعايزين نشوف، نقول له اسكان هيبدا مره تانية يفحص. وكان قايل لي لما انا كاتب بالعربي 99%. شوف بس ايه اللي حصل، نعمل له سكان مره تانية، او انا يعني هحاول كده نشوف. ايرور اكر ديورنج، بليز تراي اجين ليتر. طبعا المشكله ان هو كان كاتب رساله انه ما يقدرش يعمل تشيك للحاجتين في البليجاريزم والديتكت اي اي. المهم ان هو في الديتكت اي اي عطاني 100%. طب انا لو لغيت ده كده ورحت على التشيك اوريجينال التشيك بليجاريزم لنفس المحتوى ده هو، لان برضو كتير من الناس بتسال طب انا بستخدم، طبعا بيقول لي مش قادر يعمل تشيك على النقطه دي لسبب او لاخر. المهم خلينا في النقطه اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي فكره انه بيعمل ديتكت للاي اي. اذا هو اكتشف في حاله استخدام اللغه العربيه اكتشف الموضوع، وفي حاله استخدام اللغه الانجليزيه برضو اكتشف الموضوع، اللي هو فكرة ان احنا استخدمنا الاي اي. طب ايه الموقع بتاعنا اللي ممكن يخلينا اوفر كام للموضوع ده هوت؟ هو ان الموقع بتاعنا، خلينا نروح مع بعض، اسمه undetectable AI. undetectable AI كل اللي احنا بنعمله نفس الكونتنت اللي موجود هنا ده اللي احنا حطيناه هنا هوت، هناخده ونقوم جايين عاملين هنا ونحطه في المكان ده، ونحط كده بيست للكلام ده هوت، ونقول له طبعا هنا انتروداكشن والاوبجكت والكلام زي ده اهوت، ونقول له بقى طبعا بيقول لي ايه مستوى الريدابيليتي، عايز مستوى قريت ايه، طالب جامعه ولا عايز هاي سكول ولا عايز دكتوراه ولا عايز جورناليست ولا ماركتنج. فنقول له والله خلينا مستوى طالب دكتوراه. طيب وعايز الغرض من الموضوع ده ايه، جنرال رايتنج ولا نقول له مثلا دي ارتكلز. تمام ارتكلز، يعني ان انا عامله ده ارتكلز. هنا بيقول لي طبعا يعني عدد الكلمات اللي انت ممكن تستخدمها في الموضوع ده. طبعا هي يعني اقول له دلوقتي انا عايز اعمل ايه بقى، انا عايز اخليها مور هيومن، مش عايز اخليها مور ريدابل، انا مش عايز احسن قراءتها بحيث تكون مناسبه للموضوع ده، لا انا عايز اخليها مور هيومن. خليني اعمل بس ملاحظه مهمه، وهي فكره ان احنا لو نزلنا هنا تحت بنقول اي اجري تو ذا تيرمز اوف ذا سيرفيس نو اكاديميك مس كوندكت، يعني الكلام دوت مش هيستخدم بحيث ان هو يعبر عن سوء تصرف او سوء سلوك اكاديمي، يعني انا مش بستخدم الصفحه ديت عشان اغش حد برضه. خليك يعني انت عامل الصفحه دي اساسا، ما هي دي الصفحه معموله عشان تغش بيها حد، وعايز لك وعايز يعني ايه يخلص ضميره قدام ربنا. فقال لك اي اجري تو ذا تيرمز اوف سيرفيس، انا يعني ملتزم بشروط الخدمه، وهي ان انا لن استخدم هذا في فكره الاساءه الاكاديميه. المفروض طبعا، لكن احنا هنعمل ايه، هو هذا الواقع اصبح حاجه موجوده عندنا. طب عايز تعمل ايه، فانا هقول له بقى والله ايه هيومانايز، يعني طبعا لو قلت له تشيك فور اي اي انا جربته في مكان تاني، فخليني بس اقول له هيومانايز، يعني خليه لي كانه كتابه بشريه. طبعا هو برضو مع يعني لو نزلنا تحت هنا يعني بيقول بيتكلم على الرايتر والحاجات اللي انت ممكن يعني هيكتشفها. لاحظ هنا بيقول لك لو ظهر باللون الاخضر فده معناه في 100% بشريه، 50% لو كانت باللون الاصفر، 0% لو كانت باللون الاحمر. خلينا نروح نعمل هومانايز
ونقول له كده، بيقول لي هنا بقى ايه ساين اب، لازم تسجل الاول كده ستارتد تو داي وهتاخد 250 كلمه فري. طيب نقول له ماشي، خلينا نعمل لوج ان. لوج ان احنا ما عملناش لوج ان في الموقع، وممكن نستخدم برضو الجيميل اللي موجود عندنا اللي احنا بنستخدمه للموقع ده هوت، علشان يبدأ يدخلني واقدر استفيد بتجربة الموضوع في حدود 250 كلمة. فهيدخلني على الموقع، ومجرد ما هيدخلني هيبدأ ان هو يعني يقول لي بقى اذا كان عدد الكلمات كافية ولا مش كافية. طبعا كنا عملنا الكلام ده كله من غير نرجع مرة تانية نقول له بقى دكتوراه دكتوراه، وده المفروض ان دي ارتكلز مثلا، وان الهدف نخليها هيومن ايز. طبعا هو برضه زي ما انت شفت الرساله، انا ليا في الحاله الفري 250 ودولت يطلعوا كام؟ 281. طبعا مش هيعجبوه وهنضطر نشيل جزء برضه. فهنا بيقول لي ايرور يو ماست اكسبت ذا تيرم. حاضر حاضر، لازم توافق على الشرط اللي احنا قايلينه انك انت مش هتستخدم الحاجه. نرجع هنا بيقول لي في 61 كلمه زيادة عن اللي احنا متفقين عليه، انت ليك لو عايز تشتري بقى عندك 10,000 كلمة ب 10 دولار. طيب لا، انا ما مش عايز اشتري حاليا دلوقتي، انا كل اللي انا عايز ابدا اجربه هو فكرة ان انا، فانا ممكن اشيل الكونكلوجن ده من هنا، شيل الكونكلوجن ده من هنا، بحيث ان يعني واقول له ريسيت واقول له هيومانايز تاني. فالمفروض بقى ان هو يقول لي، طبعا هيبدا يعمل بروسيسنج، بيقول لك حوالي 10 ثواني عشان نعدلها لك بحيث انها تكون مناسبه لانها لا تكتشف باستخدام الاي اي. مجرد ما بيخلص بيديني الريزالت الجديده اللي هي بهذا الشكل. يعني فممكن اخد الكابي للموضوع ده هو كابي، واقوم جاي رايح بيها مره تانية عند عم اوريجيناليتي، فهيقول لي عايز تشيل الكلام ده نشيله ونشوف الدنيا بقى اخبارها ايه يعني. هل فاقول له هنا، هو برضه هيقول لي انت ده هيكلف قد ايه، نقطتين وكذا، فاقول له سكان واشوف الدنيا. حضراتكم شايفين ان بمجرد ان احنا حطينا التكست جديد، التكست جديد اعطيني دلوقتي 99% اوريجينال، يعني ده 100 في تقريبا 100% اوريجينال. بيبقى باللي احنا عملناه مجرد ان احنا حولنا الموضوع الى شكل من اشكال، يعني بدل ما كان شايفه ان هو، طبعا دي النسخة الجديدة اللي بعد عملية التعديل باستخدام undetectable AI او موقع undetectable AI. زي ما قلت انك انت في طبعا مواقع تانية، بس انا بفضل دايما تشات جي اوريجيناليتي، لكن في موقع تاني مثلا زي zero gpt.net، ده موقع اخر برضه بيعمل تحط فيه يا دوبك التكست اللي احنا حطيناه ده هو، وتعمل بهذا الشكل وتبدا برضو تقول له ديتكت التكست ده تنبأ بيه. طبعا ما بيطلبش منك انك انت يعني ولا تسجل ولا اي حاجه، مجرد كده بيحاول يفحص وبعدين يديك النتيجه. طبعا المواقع دي بتختلف بينها وبين بعضها، يعني ده جايب مثلا جايب لك تقريبا 84% من النص معمول بريتن باي هيومن. ده طبعا النص بعد ايه، بعد عملية التعديل. ومواقع اخرى يعني احنا مثلا عندنا زد دوت كوم كمان، بس عشان اقول لكم ان في اختلافات بين المواقع، او زيرو جي بي تي دوت كوم ده موقع زي ما قلت اخر، بيحط لكم طبعا المواقع دي كلها برضو بتحط فيه التكست اللي احنا جبناه، وبرضو بتقول له ديتكت تكست شوف لي. هنا بيتميز كمان انك ممكن ترفع ملف كامل وعدد الكلمات اللي مسموحه لك 15,000 احنا، فطبعا ده لو عايز اكتر لغايه 100,000 برضه بيقول لك اضغط هنا. بس خلينا ان احنا نعمل كده ونشوف برضه ده هيدينا ايه. طبعا ايه يور تكست هيومن زيرو اي اي جي بي تي، يعني ده لم يستعين باي حاجه جي بي تي، يبقى اوريجيناليتي قال او الموقع. زي ما قلت ان في مواقع كتيره جدا، يعني خلينا نشوف اخر حاجه يعني جي بي تي او زيرو جي بي تي سي سي، ده موقع ثالث او رابع برضو نفس الفكره. بتبدا تشوف تبدا تدخل النص اللي موجود قدامك بهذا الشكل، وطبعا هنا بيطلب منك ساين اب تسجيل، لكن لا، ما ساين اب ده في حاجه تانية، دي شويه اعلانات انت تقول له على طول ديتكت اي اي، وتنتظر برضو انك تشوف نتيجه هذا الايه هذا الامر.
بيقول لك هايلي لايكلي تو بي هيومن، ده احتمال كبير جدا ان هو معمول بطريقه البشر. تقريبا اقل من ايه بقى؟ ده ما حصلش 1% ولا 1 من 10، احتمال ضعيف جدا انك انت يعني تكون استخدمت الاي اي. طبعا هو بيقول لك يعني هو من خلال الاسكان يعني في بعض الحاجات شكك فيها، بس ان جنرال يعني ان جنرال هو طبعا شايف ان ده 100% يعني هايلي ليكلي تو بي زيرو من ال 15 فقره، الحاجه المؤكده انها اي اي ما فيش، لكن احتمال 5، انكلير مش واضحه 6، هاي حاجه مش 2 طبعا، بس بصوره عامه هو عطى النسبه انها لو انتم شايفين هنا اللون الاخضر 99% يعني 100% و2 كذا. زي ما قلت ان المواقع دي كلها هدفها انك انت ازاي تكتشف ان في ذكاء اصطناعي، واضح ان المواقع ديت يعني فشلت في فكره انها تكون يعني انها تكون استخدم فيها الذكاء الاصطناعي. جربوا بقى حضراتكم، وبرضه اكتبوا لي في التعليقات يعني انتم لقيتم ايه من خلال يعني استخدامكم لموقع undetectable AI، اللي هو الموقع اللي احنا برضه هنحطه في وصف الفيديو. هذا الموقع اللي بيحاول ان هو تحط له نص، وهذا النص هو بيحوله لك كانه مكتوب بالجانب البشري. واتمنى لكم جميعا برضو السلامة والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.